تم افتتاح الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية من هنا من غردايا، مدينة الحضارة، مدينة العلم، مدينة الهندسة ومدينة العمران. نعم كانت الانطلاقة من غردايا، لكن هي انطلاقة لكل السياحة الصحراوية ل 24 ولاية صحراوية، ولما لا ل 58 ولاية جزائرية. نعم نتكلموا على السياحة الصحراوية، لكن هناك السياحة الشتوية يعني بصفة عامة، لكن اختزل هذه خليها، لأنه هنا رانا في الصحراء باش ما يكذبوش علينا ناس الصحراء، نبقى في السياحة الصحراوية فقط. أعطينا شرط الانطلاق، قلت لي المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية الذي غاب عنا لمدة 8 سنوات، غيبته لمدة سنوات جائحة، لكن قبل ذلك كان غيبته أمور أخرى. إن شاء الله رانا زحنا كل هذه الأمور التي حالت دون انعقاد هذه مثل هذه المهرجانات وهذه التظاهرات التي يجتمع فيها الثقافة والسياحة، التي يجتمع حاولنا نجمع فيها كل المتعاملين في السلسلة السياحية حتى نقدم منتوج سياحي يسمى لتطلعات السائح الوطني ولما لا السائح الأجنبي. تكلمت على النقل. نعم النقل هو حلقة مهمة في السياحة. تعلمون وتذكروا أنه لما توقفت الرحلات إبان الجائحة توقفت الحركة توقفت السياحة، لهذا كان شريكنا الأساسي في هذا المهرجان هذا الدولي هي الخطوط الجوية الجزائرية. الخطوط الجوية الجزائرية بدينا بخط مباشر من أوروبا طبق من باريس إلى جانب إن شاء الله، لأنه كان عليها الطلب قوي. وهنا أنا جلانس ميساج لكل المتعاملين أنهم ها هي غردايا، هي مدينة تمتلك كل المقومات السياحية وممكن أن تكون مادة ومنتوج سياحي يسوقوه للسياح الأجانب، حتى من خلال هذا لما يكون كان طلب خطوط يبدل الخطوط الجزائرية ما هيش راح ترفض أنها تفتح خط آخر مباشر من أي عاصمة أو أي دولة أوروبية أو دول أخرى اللي إن شاء الله راح تستقبل سياح الأجانب. أما بالنسبة للسائح الجزائري أو المواطن الجزائري، نحن على مشارف عطل الشتاء، نعني نقول ندعو كل عائلة الجزائرية للنزول للصحراء لاكتشاف مقومات وكنوز هذه الصحراء الكبيرة التي تتربع. تتكلمنا عن الجزائر